السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is chapter number 6, salts and their hydrolysis, الأملاح وتحللها المائي. الموضوع التحلل المائي للأملاح ماخذين أنتوا في سنوات سابقة بالإعدادية، مرحلة الإعدادية، ونعرف كل اثنين أنه تفاعل حامض مع قاعدة ينتج عنا ملح زائدا ماء. هذه من البديهيات في الكيمياء، حامض وقاعدة ينتج عنها ملح وماء. ولكن احنا هنا راح نناقش بهذا الشابتر أنواع الأملاح هذه، أصولها من أين جاءت، من ملح قوي وقاعدة قوية أو أحدهما ضعيف أو كلاهما ضعيف. فراح نشوف عندنا هنا أربع أنواع راح نتطرق لها بقليل من التفصيل أو بعض التفصيل في السلايدات القادمة. هذا النوع من التفاعلات اللي يتضمن تفاعل الحامض مع قاعدة نسميها تفاعلات تعادل، لأنه الحامض سوف يلغي تأثير القاعدة والقاعدة راح بدورها راح تلغي تأثير الحامض، وينتج في حالة أنه عدد المولات متساوي، أي عدد جزيئات الحامض تساوي عدد جزيئات أو تكافئ عدد جزيئات القاعدة، بهذه الحالة راح ينتج عندنا ملح وماء ومحلول يكون غالبا متعادل. نلاحظ التحلل مالي هذا ملح كمثال مدخل للموضوع. ملح عندنا هنا اللي هو صوديوم أسيتيت، خلات الصوديوم عمليا معناه هو جاء، نقدر نتوقع انه هو اصله هذا الملح من حامض ضعيف تكون وقاعدة قوية. فنلاحظ هنا حامض ضعيف، هذا الخلات الصوديوم لما تتفكك راح تطينه، حامض خليك اللي هو معروف حامض ضعيف، وقاعدة قوية اللي هي الهيدروكسيد. بس هنا أريد أشير إلى موضوع بس للتذكير، إيش نقصد بكلمة قوي وضعيف؟ حامض أو قاعدة أو قوي معناها تفكك تام، هذا مختصر الكلام، يتحول كله إلى أيونات. هسه شلون هسه هنا هذا الملح يتحول كله شو باتجاه واحد، راح يتحول إلى أسيتيت اللي هو الخلات، جذر الخلات، وأيونات الصوديوم، الكاونتر أيون هنا الأيونات الصوديوم. وفي حين هسه التفاعل الثاني اللي هو تفكك حامض الخليك وليس خلات الصوديوم، هذا ملح هذا حامض الخليك، راح نلاحظ انه هنا عندنا التفاعل مالته باتجاهين، وبالتالي انه هو تفكك غير تام. وغير تام حتى تتخيلون الصوره بشكل افضل، وانا من البدايه بالمحاضرات الاولى قلت لكم انه الكيمياء ضروري انه تتخيل اللي دي يصير، تتخيله حتى تستوعبه بشكل جيد وما تنسى. القوي تفكك تام، الضعيف معناها تفكك جزئي، ونقصد بالجزئي تقريبا، أعطيكم فكرة أنه أنا عندي مثلا 10^5 جزيئة من مادة من حامض الخليك مثلا تتفكك منه جزيئة واحدة، يعني من كل 100,000 تقريبا، طبعا تزيد وتنقص حسب الظروف، درجة الحرارة والبي اتش مال المحلول وكمية المادة نسبة إلى السائل ونوع الحامض أو القاعدة، نوع الجزيئة المتفككة تعتمد. بس هذا كمثال، شوف مثلاً 10^5 رقم كبير جداً، 100,000 جزيئة تتفكك منها جزيئة واحدة، معناها شنو اللي صار عندنا؟ هذا تفكك نسميه تفكك جزئي، وبالتالي إنه نرمز له بهذا الرمز اللي هو سهمين، أحدهما باتجاه الطردي والآخر بالاتجاه العكسي. الحوامض والقواعد اللي تتفكك جزئيا إلها ثابت تفكك، نرمز لها عادة بالرمز K. والحوامض والقواعد الضعيفة ليس لها ثابت تفكك، كلها تتفكك. فهسه راح ندخل للموضوع بشكل أكثر. هنا عندنا منشأ هذه الحوامض مهم بتوقع البيهيفير مالتها، بتوقع تصرفها عند تحللها المائي. فعندنا هنا
أربع أنواع، تم تصنيف الأملاح إلى أربع أنواع. النوع الأول إنه أملاح salts derived from strong acids and strong bases، أملاح مشتقة من حامض قوي وقاعدة قوية، مثل هذا هنا عندنا ملح NaCl، فنلاحظ من حامض الهيدروكلوريك وحامض الصوديوم هيدروكسيد الهيدروكسيد، وعندنا العفو حوامض أخرى قوية يعني شايرين لبعضها هنا. هنا ما عندنا ثابت تفكك لا للحامض ولا للملح ولا العفو القاعدة، لأنه تفككهن تام كلاهما. بهذا المحلول ينتج عن التحلل المائي لل NaCl، يعني عندما نذوب ملح مثل NaCl في الماء ينتج عنا محلول متعادل. ببساطة السبب ما يأثر على ال pH مال المحلول، لأن ببساطة أنه عدد أيونات ال H الماء من يتحلل راح يعطينا H موجب زائد OH سالب، هذا التحلل الذاتي للماء راح يعطينا عدد متساوي من التركيز أيونات أو البروتونات نسميها اللي هي ال H موجب والهيدروكسيد، وتركيزها عادة بالمحلول المتعادل يكون 10 أس ناقص 7، 1 في 10 أس ناقص 7 مولر. ال pH مال المحلول المتعادل يكون 7، وللتذكير أقل من 7 محلول يكون حامضي، إذا كان ال pH مالته أقل من 7 حامضي، وإذا كان أكثر من 7 المحلول بهذه الحالة قاعدي. فهذا هسه النوع الأول اللي هو أملاح مشتقة من حامض وقاعدة كلاهما قوي، ما راح يأثر هيك ملح على ال pH مال المحلول، راح يبقى المحلول المائي متعادل عند ذوبان الملح في الماء. النوع الثاني من الأملاح أو الصنف الآخر هو أملاح مشتقة من حامض ضعيف وقاعدة قوية. حامض ضعيف وقاعدة قوية ينتج عنها ملح وماء، وهذا الملح هسه مثل هنا اللي هو الصوديوم أسيتيت، خلات الصوديوم عند تحلله في الماء راح ينتج عنا الصوديوم اللي هو راح يتحد مع الهيدروكسيد، وينتج عندنا الجذر الخلات راح يتفاعل ويا ال H موجب، وينتج عنا حامض الخليك مثل هذا التفاعل. فبهالحالة شوف الناتج مال هذا التحلل في الماء، ملح أصله هو من حامض ضعيف وقاعدة قوية. شوف عند تحلل هذا الملح في الماء راح ينتج عندنا حامض ضعيف وقاعدة قوية، فش نتوقع المحلول هنا يكون؟ المحلول راح يكون قاعدي، لأن هذا ضعيف تفككه جزئي، القاعدة تفككها هنا راح يكون تام، وبالتالي هنا عندنا الـ OH سالب أكثر في المحلول راح تكون تؤدي إلى أنه يكون المحلول قاعدي. فلاحظ هنا هذه جذر الخلات اللي هو نشير يعني صيغة مختصرة لملح الخلات صوديوم أسيتيت أو غيره، فراح يتفكك بالماء وينطينا حامض ضعيف وقاعدة قوية، وإذا هذا هنا يكون المحلول عندنا قاعدي. ثابت اللي هو كي نرمز له بالرمز كي، مختصر مفيد كل الثوابت كلها على الإطلاق هي اللي هي ثوابت التفكك، أقصد كلها ثوابت التفاعلات هي عبارة عن حاصل ضرب تراكيز المواد الناتجة مرفوعة طبعا للعدد مولاتها مقسوم على حاصل ضرب المواد المتفاعلة، نواتج على المتفاعلات، نواتج على المتفاعلات. فنلاحظ هنا ضرب تركيز الناتج الأول في الناتج الثاني مقسوم على ناتج المادة المتفاعلة الأولى المادة المتفاعلة الثانية. طبعا الماء هنا احنا ذكرناه بس لل يعني حتى نشوفكم انه هي نواتج على متفاعلات، ولكن عمليا ما يدخل بالتفاعل، يعني نعتبره دائما واحد قيمة المذيب، وهنا هو الماء المذيب فنعتبره قيمته واحد على طول، ومرفوعة للعدد المولات. هذا هنا في بعض
التفاعلات نلاحظ هنا رقم كبير يصير قبل الجزيئين، ويمثل انه عدد المولات يرفع الى القوس كلي الى عدد المولات. هنا بما انه ماكو فرح يكون حاصل ضرب التراكيز مباشرة بدون رفعها الى الاس، الاس راح يكون لها واحد. هذا عندنا إذن هذا القانون اللي هو القانون السابق للتحلل المائي للملح، هو قانون عام لكل الأملاح المشتقة من حامض ضعيف وقاعدة قوية. حامض ضعيف وقاعدة قوية هو بالأصل، فهذا يسري على كل هذه القوانين. هسه فهمنا مصطلح التحلل المائي للملح. الهيدروليسيس كمصطلح هيدروليسيس نقصد به تحلل مائي، فسولت هيدروليسيس هو التحلل مائي للملح. عندنا مصطلح آخر اللي هو degree of hydrolysis، درجة التحلل المائي، هي عمليا هي نسبة من مقدار ما يتحلل من مول واحد من ملح في الماء عند الاتزان. مقدار ما يتحلل من مول واحد من الملح في الماء عند الاتزان، في حالة اتزان. فهنا نلاحظ هذه حالة اتزان، عندنا يتحلل جزء من هذا الملح، ونحسبه بهذه الطريقة البسيطة واللي هي هنا تقدرون تطلعون عليها، ومن خلالها نطلع قيمة مقدار التحلل المائي اللي هي الاكس هنا الرمزي لها اللي هو degree of hydrolysis. شوفوا كان بالبداية واحد مول، وايش قد تحلل منه جزء منه اللي هو مقداره x، فكل جزيئة تنطينا جزيئة منها، كل جزيئة من هذا الجذر تنطينا جزيئة من هذه وجزيئة من هذه، وبالتالي معناها هذا نسميه طبعا عدد مولات. عدد مولات حتى ايضا للتذكير بابا، عدد المولات نقصد به احنا سميناه شلون الدرزن مال الكيمياء، وتكلمت وياكم بهذا الموضوع. درزن احنا مو 12، نص درزن 6 الى اخره. الكيمياء عندنا نتعامل، ما نتعامل ويا ذره او جزيئه واحده، نتعامل مع عدد ثابت منها اللي هو مثل ما قلت لكم التبسيط انه هو درزن مال الكيمياء اللي نسميه المول. فهذا مول من الجزيئات، مول من الجزيئات يساوي لنا 6 و6 بالعشره في 10 و23، فهو رقم كبير من الجزيئات. وانطرح منه الجزيئات اللي متفككة، عدد المولات المتفكك، وهنا هذا المتفكك من أو المتحلل من الملح نسميه درجة التحلل، وممكن نطلعها بهذا القانون البسيط من خلال ثابت التحلل ونعوض ونقدر نطلع قيمة X. وعندكم أمثلة موجودة تقدرون ترجعوا لها بالملزمة اللي زودناكم بها. الآن ما هي العلاقة بين الثوابت التالية؟ ثابت التحلل للملح، تحلل مائي للملح اللي هو رمزناه له KH، وثابت التأين أو التفكك للحامض اللي هو رمزناه له K sub A، والحاصل الأيوني للماء اللي هو رمزناه له KW. شنو العلاقة بين هذه الثوابت؟ فهذا عندنا الماء هو في حالة اتزان مع الأيونات مالته H2O ينطينا H plus زائد OH سالب. حامض ضعيف هذا أيضا في حالة اتزان مع البروتون وجذر الخلات، يعني جزء السالب الموجب والسالب. وأيضا عندنا عند التفكك راح يتم اللي هو مجموعهم راح يكون عندنا هذا التفاعل اللي شفناه سابقا. هسه هذا هنا بما أنه هذا التحلل فقط ماء فنرمز له KW، W for water، وبالتالي انه قلنا كل الثوابت هي حاصل ضرب النواتج على المتفاعلات مرفوعة الى الاس. فهنا عندنا النواتج هو H مضروب في OH مقسوم على H2O، H2O قلنا احنا نختصره نعتبره واحد، فهنا مذاكري التفاعل التالي اللي بعده اللي هو لثابت تأين الحامض الضعيف
فلاحظ أيضا حاصل ضرب النواتج على المواد المتفاعلة ويطلع عندنا بهذا الشكل. وعندنا التأين أو التحلل المائي للملح، فهنا هذا الملح الناتج، والتحلل المائي مالته أيضا نطلع له ثابت التحلل المائي، وراح نلاحظ هنا هو أيضا حاصل ضرب النواتج على المتفاعلات، والماء اختصرنا اعتبرناه موجود. هسه لما اجي عندنا اشوف العلاقه بين هذه الثوابت، ونلاحظ هنا انه قيمه الكي دبليو هي الاكبر، وتساوي ان حاصل ضرب تفكك الحامض الضعيف في ثابت تفكك الملح او التحلل المائي للملح، ويعطى بالعلاقه اللوغاريتميه التاليه: PKW يساوي PKA زائد PKB أو H، نفس الشيء. هنا طبعا هي الأكبر، وممكن نحول أي واحد ونحسب منه ثابت تفكك الملح فقط. نلاحظ هنا أنه عدد مولات قلنا الحامض المتفكك من الملح والقاعدة متساويات، وهذا راح يفيدنا بال اشتقاق التالي، انه بما انه هذني متساويات عدد المولات الحامض والقاعده المتفككات من التحلل المائي للملح، فنعوضه بالقانون ثابت التفكك، وراح نرمز للتركيز الاصلي للملح بالرمز CS، the original salt concentration. نعوض بمكان الحامض الخليك نعوض ب OH أخرى، فصار عندنا تربيع، والملح عندنا نعوض ب C sub S، وهذا بقية واضح بقية الاشتقاق. وعلى هذا الأساس بناخذ اللوغاريتم للطرفين، راح يطلع عندنا ال pH يساوي نصف PKW نصف لوغاريتم كي دبليو زائد كي اي زائد لوغاريتم سي سب اس، اللي هو التركيز الاصلي للملح قبل التفكك. طيب ممكن انه نعتمد هذا القانون للاملاح المتكونه او الناتجه عن حامض ضعيف وقاعده قويه. نلاحظ هذا مثال تطبيق مباشر للقانون. هذا انا اشوف انه ضروري تعلمون نفسكم شلون تطبقون، شلون تسوون براكتسينج، شلون تتمرنون على الحل مال الاسئله، بانه ما تشوف الحل، ما تقرا الحل، تحاول تحل بالاعتماد على السؤال وهذا تغطيه، وبعد ذلك تشوف انه الحل وين توقف، خطوه خطوه افتح الحل وشوف اطلع عليه حتى تعرف وين الضعف عندك. وهنا عندنا هذا مثال آخر غير محلول، ممكن أيضا تستفادون منه تحلوه. النوع الثالث من الأملاح قلنا عندنا 4 أنواع، أخذنا النوع الأول اللي هو مشتق من حامض قوي وقاعدة قوية، والنوع الثاني اللي هو كان مشتق من حامض ضعيف وقاعدة قوية، الآن النوع الثالث اللي هو الملح المشتق من حامض قوي strong acid and weak base، فهو إذن مشتق من حامض قوي وقاعدة ضعيفة. ببساطة مثل ما أخذنا النوع الأول اللي كان مشتق من قاعدة قوية وحامض ضعيف، التحلل المائي للملح من النوع هذا اللي هو مشتق من قاعدة قوية السابق، النوع السابق قاعدة قوية وحامض ضعيف، كان الناتج المحلول قاعدي، في حين هنا مشتق الملح عندنا من حامض قوي وقاعدة ضعيفة، وبالتالي الذوبانية ما تنتج لنا محلول حامضي. فنلاحظ هنا السبب بهذا أيونات الهيدروكسيل راح ترجع إلى قاعدة ضعيفة اللي هي تفككها جزئي، في حين أيونات الH موجب اللي هي تجعل المحلول حامضي تكون فري، وبالتالي عددها أكبر من عدد أيونات الهيدروكسيل المتأينة الطليقة بالمحلول.
وبالتالي يكون عندنا المحلول حامضي، كون تركيز ايونات الهيدروجين موجبه اعلى من تركيز ايونات الهيدروكسيد السالبه. بنفس الطريقه نلاحظ هنا انه ثابت تفكك الملح هذا اللي هو ناتج عن او مشتق من حامض قوي وقاعده ضعيفه، نفس المبدا عندنا ثابت يساوي ان حاصل ضرب النواتج على المتفاعلات، وعندنا pH المحلول اللي قلنا عادة راح يكون حامضي بهذه الحالة راح يكون بهذا الشكل، وهذا الناتج مالته راح نلاحظ انه التركيز الأصلي للملح مضروب في ثابت تفكك الحامض لأنه محلول حامضي، في حين هناك كان عندنا المحلول قاعدي النوع الثاني وكان عندنا كي بي نرمز له بي فور بيس، هنا اي فور اسيد ويساوي لنا الاتش تربيع. هنا خلينا نقرا هاي الملاحظه ونشوف شنو ايش تعني. هذا التركيز الاصلي سي سب اس للحامض عفوا الملح قبل التفكك، لاحظ انه عبروا عنا بتركيز الامونيوم ايونات الامونيوم، امونيوم هيدروكسيد NH4OH، بما انه تفككها جزئي. تذكرون من قلت لكم بدايه السلايدات انه تفكك جزئي، تقريبا اكو اكثر واكو اقل، تقريبا جزيئه من كل 100,000 جزيئه تتفكك، وبالتالي يعني نقدر نهمل كميه الملح المتفكك، وبالتالي انه الملح تركيزه هو نفس تركيز الاصلي المتبقي، نفس تركيز تقريبا الاصلي قريب جدا منه، ولذلك ممكن انه نعبر عن تركيز الملح بتركيز الامونيوم الغير متفكك اللي هو بداية التفاعل. الان ما عليكم بالاشتقاق، علينا بنهاية الناتج النهائي قيمة الـ pH لهذا النوع من الأملاح اللي هو مشتق من قاعدة ضعيفة وملح والعفو حامض قوي. هذا هو القانون الخاص به طريقة استخراج قيمة الـ pH. هنا عندنا مثال محلول أيضا ممكن تطلعون عليه، ومثل ما قلت لكم حاولوا تغطون الحل وحاولوا بنفسكم حتى وان كنتم متاكدين 100% ما راح تعرفون تحلوه، تدريجيا هذه راح تزيد التركيز عندكم، وبالتالي انه تقدر تحله لاحقا ببساطه بالامتحان. هذا ايضا عندنا هنا مثال اخر ايضا تطبيق مباشر للموضوع، تدخل قانون البي اتش لهذا النوع من الملح وطلع القيمه مالته، وهذه هنا بطريقه اللوغاريتم، هنا أنا مباشرة طلعنا أول شيء تركيز الـ H نفس الفكرة، وطلعنا من الـ H حولناه إلى الـ pH وانطانا هذه القيمة نفسها، طريقة أخرى للحل. هنا عندنا النوع الرابع والأخير من أصناف الأملاح حسب كونها مشتقة من حامض وقاعدة ضعيفة أو قوية. النوع الأخير اللي هو مشتق من حامض ضعيف وقاعدة ضعيفة، weak acid and weak bases derived from those. فعندنا هذه معادلة عامة، يعني ممكن تكون مثال حتى نفهم طريقة التحلل المائي لهذا النوع من الأملاح. وهنا نلاحظ التالي، خلينا نستذكر النوع الثاني كان ناتج عن حامض قوي، الآن الحامض اللي ينتج العفو النوع الثاني كان ناتج عن قاعدة قوية وحامض ضعيف، وبالتالي بما أنه القاعدة قوية فكان التحلل المائي لهذا الملح المشتق من قاعدة قوية يكون الناتج مالته محلول قاعدي. النوع الثالث كان الحامض هو القوي، وبالتالي كان ذوبان أو التحلل المائي لهذا الملح المشتق من حامض ضعيف قوي كان أيضا حامضي. هنا عندنا الحامض والقاعدة كلاهما ضعيف، فبهذه الحالة أيهم أقوى
التفكك مالته او اكثر راح ياثر على كون المحلول حامض او قاعدي. اذا كان عندنا الحامض هو الاقوى نسبيا من القاعده راح يكون المحلول الناتج حامضي، واذا كانت القاعده هي الاقوى وبالتالي تحلل هذا الملح في المائي في المحلول المائي راح ينتج لنا محلول قاعدي. هذه هي الفكره ببساطه. نلاحظ هنا عندنا مثالين، مثال يكون به القاعده اقوى من الحامض وبالتالي ينتج عندنا محلول قاعدي، وعندنا مثال اخر الحاله بالعكس فينتج انه الحامض هو يكون اقوى جزئيا من القاعده، هما كلاهما ضعيف بس هو اقوى جزئيا من القاعده وبالتالي ينتج عندنا محلول حامضي. قد تسالون انه انا شلون اعرف هذا حامض او قاعده ضعيف او قوي، ايهما اقوى ايهما اضعف؟ هذا طبعا يعتمد على قيمه الثابت، ثابت التفكك لكل منهم. كل ما يكون ثابت التفكك اكبر القيمة مالته معناها هذا المركب أقوى أو أكثر تحللا. فإذا كان ثابت تفكك الحامض أكبر من ثابت تفكك القاعدة معناها هو أكثر ذوبانية وبالتالي راح يكون المحلول عندنا حامضي لأن الحامض هنا أقوى. نفس الكلام اللي تكلمنا به حسب الثوابت، ثابت الحامض أكبر يصير محلول حامضي، ثابت القاعدة أكبر يصير محلول قاعدي، إذا كانوا متساويين في المحلول يكون نيوترال متعادل أكيد. أبنائي وبناتي الطلبة لاحظ هنا هذا مثال للنوع الرابع اللي هو أملاح تحلل مائي للأملاح المشتقة من حوامض ضعيفة وقواعد ضعيفة، ومنطينا مثال أريد شوي أنتوا تتعبون به وممكن تتناقشون بيناتكم به. فلاحظ نفس الطريقة اللي اشتقينا بها المعادلات السابقة لقيمة ثابت التحلل أو التفكك للملح في الماء مع قيمة pH للمحلول الناتج، وهذه عندنا الاشتقاقات واضحة هنا عندكم أريد تقروها. أنتوا عمليا الآن طلبة بكالوريوس تخصصكم كيمياء بابا، وبالتالي المفروض انه ما نشرح لكم مثل ما نشرح الطلبة الاعدادية او حتى الاعدادية كبار الطلبة الابتدائية والمتوسطة، وبالتالي انتم هنا المفروض بابا يعني شوية انتم تعبون بالموضوع. انا نصيحتي لكم الابوية انه اذا تريد الموضوع اللي ما تفهمه بشكل جيد تقدر تسأل بي، تقدر تدزلي إذا تريد أنا أجاوبك، أنا أفضل لكن تشوف أكثر من مصدر. المصدر اللي أقصده هنا مثلا بياناتكم تتناقشون إذا تقدرون مجموعات طلاب، إذا تريدون ممكن أنه تدخل على يوتيوب تدخل على ويكيبيديا انترنت الكل عندكم، وممكن أنه تطلع على أو تفهم المواضيع أو أجزاء من المواضيع اللي أنت ما فاهم. أنا أعتقد أنه هذه المحاضرة مالتنا كافية ووافية، فأريدكم أنتم هذا النوع الأخير أنتم تتعبون بي شوية تشوفون شلون تم الاشتقاق. وبالأخير أيضا عندنا نفس الموضوع أن هنا قيمة الـ pH لهذا النوع من الأملاح تكون تساوي لنا نصف PKW زائد نصف PKA زائد نصف PKB. عندنا بنهاية الفصل السادس عندنا مجموعة أسئلة موجودة عندكم وهذه هي الحلول مالتها، وأيضا نفس الطريقة أذكركم أنه حاولوا لا تشوف الحل، غطي الحل، حاول تحل بدون ما تشوف الحل، وبالتالي أنه أنت راح هذا راح يخليك تركز، فمن تيجي تحل تعرف وين كانت عندك نقطة الضعف، من تيجي تحل بعدين يعني أو تطلع على الحل راح تعرف وين أنت وقفت. بالامتحان ما تعاني نفس الشيء، راح تكون مفتهمة. هنا يا بابا انتو تخصصكم كيمياء وبالتالي انه انت مو فقط على قد الامتحان، انت المفروض انه تكون تتعلم الشغلة تتقنها بشكل جيد، اقصد بها اي موضوع نعطيك اياه تتقنها بشكل جيد، ولانه انت تبني نفسك باختصاص الكيمياء، انت راح تصير باي مؤسسة
تعمل راح تكون انت الريفرنس في الكيمياء، انت اللي المرجع لهم. حتى الحاجة اللي انت ما تكون مطلع عليها سابقا ممكن تقرأ تفهمها بشكل افضل. شكرا جزيلا حسن استماعكم بابا، وعدكم هاي هسه المحاضرة مال الفصل السادس، وان شاء الله راح نتبعها بعد، عندنا فصلين قبل نهاية السمستر الثاني. شكرا جزيلا لكم.